كواليس تصوير مسلسل داون تاون اللي بيجمع عدد كبير من أهم نجوم الدراما العربية، تعينا بالنجمة ستيفاني صليبة اللي خبرتنا أكثر عن هالعمل المنتظر. العمل إن شاء الله إن شاء الله بينال أعجاب الكتير، لأنه في خطوط كتير ماشي مع بعضهم بارلل، في رومانس، في التشويق، في الأكشن، في الدراما. مسلسل كتير شغلين عليه، وأنا حتى كتير أمال عالية على المسلسل، لأنه شغلين كلياتنا فعلا، الإكيب كله اشتغل، الكان قدام الكاميرا ولا behind the scenes، كلياتنا كنا هيك قلب واحد إذا بدك على العمل. فإن شاء الله إن شاء الله بيكون بينال أعجاب. ستيفاني خبرتنا أكثر عن الشخصية اللي رح تطل فيها بالمسلسل. شخصية تمارا هي شخصية كتير ناعمة، يعني أنا بس أتذكر تمارا أول شيء بتذكر قديش هي ناعمة، قلي دوس، إنسانة حقيقية واقعية، بتشوفها ممكن تكون the girl next door، ممكن تكون معك بالجامعة، أختك، قرابتك، يعني بس المشاهد يشوفها حيشوف حدا بيعرفه، يعني منا كتير بعيدة عن الواقع ومنا كتير بعيدة عن المجتمع، بتعيش المشاكل يلي بيعيشوها البنات بهيد الظروف. أكيد بيصير معها كتير أحداث درامية، بتشتبك كل الأشياء ببعضها، بس دايما رح نشوفها أنه هي مثل حدا هيك بوزيتيف، خير، دايما الاشياء للمنيح، دايما الاشياء للاحسن. فانا بشبهها للباترفلاي، للفراش الناعمه بالمسلسل، هيدي النسمه الخفيفه يلي بتحمل المورال تبع المسلسل، وبنفس الوقت هيك مثل نسمه حلوه بعيدا عن الدراما اللي كتير اذا بدك العنف، لانه بالمسلسل نحن كمان بنحكي عن العنف والحب في زمان العنف، فالمسلسل بيحتوي على كل هالتشكيله، هالبيئه من الايموشنز اذا بدك. كيف بتوصف ستيفاني تجربه شركه فالكون فيلمز الاولى بعالم انتاج المسلسلات؟ تجربه فعلا، يعني شركة الانتاج سخية جدا، وخاصة على المشاهد اللي بتتطلب الاكشن والمشاهد القتالية والمشاهد الاكشن. فنحن في اكيب عمل شركة الانتاج حرصت على انه تجيبه من برا اجنبي لحتى يقوم بطريقة كتير بروفيشنال بهالمشاهد اللي بتتطلب اكشن باحترافية كتير 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 عالية. ستيفاني كانت وصلت لموقع تصوير المسلسل وهي لابسة تي شيرت حملة زيرو هانجر، فشو بتخبرنا عن هالمبادرة؟ يس مزبوط، كتير بتنتبه كتير. مزبوط، في مساري الفنان مساري يلي هو أصله لبناني، هو قام بهيدي المبادرة تبع زيرو هانجر، كان عم بيشتغل على تي شيرت، على كيبي، على أكتر من آيتم، وحبيت أنا أكون عم شارك كمان بالمبادرة لحتى نوقف نعمل حد للجوع بالعالم، وإن شاء الله تكون هيدي الكامبين هيك ناجحة ونقدر نساعد شوي شوي لحتى نخفف من مأساة الجوع بالعالم.